عارفين مدى قربك للفنان احمد العوضي، وانه قد ايه بيثق فيك وانك صديق قريب منه. طمنا على صحته الاول. هو الحمد لله كويس، حالته بتتحسن، المفترض يخرج النهارده او بكره على اقصى تقدير. طبعا ده هيتحدد بناء على الفحص الطبي الاخير، علشان بس الدكاتره يبقوا مطمنين ان هو اول ما يخرج يبقى ما يحصلش اي مضاعفات او يحصل اي حاجه تضره. هو موجود المستشفى من يوم الحد اللي فات، النهارده هو الاربع، 3 ايام تقريبا. الحمد لله حالته بتتحسن يوم عن الثاني، وانا متابع معاه اول باول الحمد لله. يعني الحمد لله، ربنا يشفيه ويرجع لجمهوره بقوة وعافية بإذن الله. شفت زيارة الفنانة ياسمين عبد العزيز ليه ازاي؟ ده مش غريب عليها، مش غريب على حقيقي يا ياسمين، أستاذ زي ما خالد، حضرتك قلت كده حقيقي في الانترو بتاعتك، قلتي ان هي بنت بلد وجدعة، حقيقي. وفعلا في المواقف الصعبة بتبان معادن الناس. وهي اول ما عرفت الموضوع هي راحت زارته يوم الاثنين اول امبارح، اول ما عرفت الخبر على طول طلعت على المستشفى علشان تطمن عليه. وده مش غريب على ياسمين، هي يعني دي 10 5 سنين في الاول وفي الاخر، حقيقي يعني عمرهم ما يروحوا في الارض كده، فطبيعي ان هي كانت تروح له وتطمن عليه وتشوفه لو محتاج حاجة. وهو اكيد طبعا كان سعيد بالزياره دي، أكيد طبعا يعني أكيد. في الاول فاكر زي ما قلت لحضرتك 5 سنين عشره يعني. طيب هي فعلا بعتت له رسالة في البداية بتتأكد من الأخبار اللي شافتها زينا؟ ده حقيقي، بعتت ده حقيقي فعلا، عشان بس ده يعني انت عارفه في احيانا اخبار التعب او الفنان اتنقل المستشفى بتبقى في اشاعات كتير في الحاجات دي، فهي بعتت له اللي هو انت فعلا تعبان. هو وانا عايز اقول لحضرتك على حاجه يمكن اتفضل. محدش يعرفها، هو ما كانش حابب حد اصلا يعرف ان هو في المستشفى، دي حقيقه ودي شهاده وحاسب عليها. حقيقي هو حد محقق نجاحات كبيرة جدا الفترة اللي فاتت، فعايز يتمالك نفسه ويبقى يبان لجمهوره أفضل وأقوى بصحة جيدة ويطمنه. حقيقي طبعا مصدق حضرتك. هو بطبيعته ما بيحبش يشغل الناس قوي لو هو تعبان، لا هو يحب ان هو يشتغل وبس، هي ده طبعه من اول ما عرفته من سنين لحد النهارده ما اتغيرش. هو يحب دايما ما يصدرش حاجه فيها ان الناس تزعل عليه او بتتضايق، ففكره وجوده في المستشفى ما كانش حابب حد خالص ان هو يعرف، ولكن الخبر اتعرف فخلاص بقى امر واقع يعني. لكن هو زي ما قلت لك لا، ما كانش حابب حد يعرف خالص ان هو موجود في المستشفى. لو سألتك يا أستاذ خالد، إيه اللي يميز أحمد العوضي عن نجوم جيله؟ هو من اول انا يعني اعرف احمد العوضي من 2009 تقريبا، فهو طول الوقت عنده حلم وعنده هدف وبيشوف انا لسه ما عملتش حاجه، انا عايز اعمل حاجات اقوى واقوى واقوى، رغم ان هو الحمد لله محقق نجاحات على ارض الواقع، حقيقي ويمكن ليه فيلم الاسكندراني هو في السينما عامل ايرادات كويسه كسر جدا، الدنيا. عامل ايرادات حلوه جدا، ولكن هو طول الوقت بيدور على المختلف، بيدور على الجديد، انا عايز اعمل حاجه زي ما عنده، هو عنده كلمه كده تعمل بوم، هي دي الكلمه اللي عنده دايما، بيحب يعمل حاجه اعمل بوم بيها، اللي هي حاجه ترضي الناس وترضيه هو كممثل في المقام الاول. طيب لا فالفنان طول ما هو عنده حالة الشغف دي موجودة فدايما هتلاقيه ناجح، ودايما هتلاقيه الجمهور بيلتف حواليه. لو هسألك، بحكم ان حضرتك يا استاذ خالد قريب منهم او من النجم احمد العوضي، الوطن العربي كله زعل على حالة الانفصال دي، عندك تبرير لده؟ انا اول مرة في حياتي من اول ما امتهنت مهنة الصحافة اشوف حالة زعل الناس على انفصال نجمين فعلا بجد، فعلا لدرجة ان صدقت. في معجبين عملوا ختموا القرآن بنية ان الاتنين يرجعوا لبعض، ما انا شاء ما الله شفتهاش في حياتي ما قبل شاء كده، الله، حصل صدقت يا أستاذ خالد ما حقيقي. شفتهاش بأمانة. فده بيعكس تعلق الجمهور بيهم كقبل، حبوهم مع بعض، خاصة كمان ان العوضي دعم ياسمين جدا في فترة في محنتها الصحية، المعدية. وهي اعلنت ده بنفسها، والمفارقه ان هو بيتعالج دلوقتي في نفس المستشفى اللي هي كانت بتتعالج فيها. لا إله إلا الله، نصيب. فيعني دي مفارقه القدر في الاول وفي الاخر، ان هو دلوقتي في نفس المستشفى اللي هي بتتعالج فيها، هي زارته في نفس المستشفى، وهو كان موجود معاها في نفس المستشفى،
فيعني بنتمنى ان يعني خير يا رب كده يحصل كده الايام الجايه باذن الله، نتمنى. متفائلين يتفائل يعني يا استاذ خالد. نتمنى والله، انا اتمنى بشكل شخصي. اتمنى. كلمني بقى عن رمضان كده، بدأت دايما في بيبقى في قبل رمضان في وقت معين، شهرين ما يقرب لثلاث شهور، بيبقى في خلاص حالة من الاستعداد والاستقرار. مين نجوم رمضان السنة دي؟ ده احنا عندنا اكتر من نجم، عندنا في امير كرارة، في احمد العوضي، عندنا، لا احنا عندنا كوكب، عندنا ياسر جلال، في طبعا كان مفترض يبقى في يوسف الشريف بس خرج من السباق الرمضاني بقى 2025. لا عندنا مجموعة متميزة من المسلسلات والمؤشرات اللي بنعرفها احنا كصحفيين يعني عن الداتا بتاعت كل مسلسل، لا بتقول ان هو موسم مبشر جدا، هنشوف دراما مميزه في رمضان. عندنا احمد السقا وطارق لطفي في العتاوله، لا يعني في نجوم مميزين جدا السنه دي، وفي نجوم في نفس الوقت مش هنشوفهم السنه دي في رمضان، يعني يعني في زي ياسمين نجوم عبد غايبة. العزيز، زي ياسمين عبد العزيز مش موجوده، عمرو سعد مش موجود عندنا، لا في ويوسف الشريف زي ما قلت لحضرتك، لا يعني، لكن هو في نفس الوقت في موسم، اعتقد ان هو هيبقى موسم قوي باذن الله زي المواسم اللي فاتت كده. في بعض الأقاويل بتقول إن فنانة ياسمين غابت لحالتها النفسية السيئة، بما إنك ذكرت غيابها رمضان ده، وفي كمان أقاويل بتقول إن هم استحالة يرجعوا يا أستاذ خالد لأن هي دي الطلقة الثالثة. في اول يعني لو هجاوب على اول شق اتفضل من سؤال حضرتك، اتفضل. ياسمين، لا ياسمين معلن ان هي هتغيب من قبل الانفصال، فده شيء محدد يعني، واعتقد حتى لو كانت ياسمين مرتبطه بالمسلسل كانت هتكمل عادي جدا، ياسمين فنانه محترفه وياسمين ممثله بقالها كتير في الشغلانه، فعندها من القدره وعندها من الاحترافيه ان هي تخليها تتجاوز اي مشكله شخصيه محمية ليها. ليها صح. اما فكره العوده والرجوع دي حاجه ما يعلمهاش الا ربنا سبحانه نعم وتعالى، عليه. احنا بنقول يا رب يولف قلوبهم تاني، هما الاثنين علاقتهم ببعض كويسه جدا، ده بس اللي اقدر اقوله لحضرتك ان علاقتهم ببعض كويسه جدا جدا جدا، بدليل ان لو كان في مشكله ولا حاجه كانت ممكن ياسمين تتردد ان هي ما تروحش، ايوه يعني تبعت له رساله الف سلام عليك وخلاص، ايوه لكن لا حقيقي. ان هي تروح له وتطمن عليه بنفسها في المستشفى، لا ده يدل على ان حتى لو في انفصال فالعلاقات الطيبة وعشرة السنين هي الباقية. نورتني وشرفتني الأستاذ الصحفي الجميل خالد فرج. يمكن مصر غنية بالصحفيين الفن قوي، بيبقوا عارفين مركزين جدا. يعني دايما يحضرني لما بشوف صحفيين فن شاطرين زي أستاذ خالد فرج كده، أساتذة كتير، يحضرني إيه بقى؟ أستاذ خالد شاهين برضو يحضرني، أستاذ الراحل العبقري العظيم مفيد فوزي. يعني كان بيهتم بمصادره قوي، وكان بيحاول يبقى محافظ عليهم وفاهم وعارف يعني ايه الكلمة في الإعلام ليها قيمة وليها تأثيرها إيجابي أو سلبي.